تعبيرا عن رسالة المحبة والسلام التي تجمع أهالي مدينة حمص، أقامت جمعية سنابل سوريا الخيرية مسيرا لأطفال حمص، انطلق من ساحة الشهداء بحي الزهراء مرورا بحي الحمدية والأحياء القديمة وصولا للساعة القديمة في مركز المدينة. أطفال الجمعية حبوا يعبروا عن حالة التعافي اللي عم تعيشها مدينة حمص، والتعبير عن أن حمص هي حي واحد. فانطلاقا من هذه الساحة، ساحة الشهداء في حي الزهراء، مرورا بباب تدمر إلى حي الحمدية إلى حمص القديمة حتى نعبر عن السلام. نحن فريق دعم النفسي بالجمعية عم نحاول نرجع البسمة والطفولة للأطفال اللي كانت قبل، اللي حاول الإرهاب يزعزعها. هلأ نحن رح نختم هون المسير ونحن نطير الحمام مشان نأكد أنه السلام راجع إن شاء الله. الأطفال خلال المسير رفعوا أغصان الزيتون تعبيرا منهم عن رسالة السلام والمحبة والتحية التي يقدمها الأطفال لرجال الجيش العربي السوري على الحواجز، شاكرين تضحياتهم وبطولاتهم. نحن أطفال جمعية سنابل سوريا طالعين لنقدم رسالة لكل العالم، رسالة سلام لكل العالم. جايين نعبر عن محبتنا لسوريا وللجيش العربي السوري ولنأكد رسالة السلام للوطننا، ونتمنى نرجع سوريا مثل ما كانت وأحسن. الله يرحم الشهداء، وأنا بتمنى أنه سوريا ترجع مثل ما هي، والله يحمينا والله يحمي الجيش. هي رسالة محبة وسلام من أطفال سوريا لوطنهم، رسالة تحمل أمنيات الطفولة اليوم بعودة الأمن والاستقرار لكافة ربوع بلدهم.